الرئيس كمان امبارح تفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه خلال الزيارة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. صرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الرئيس السيسي أشاد خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقا للمدة الزمنية المخططة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بزيارة تفقدية لمقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثاً بأحدث المواصفات العالمية تماشياً مع رؤية مصر المستقبلية، حيث رافق سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استمع إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد. وتتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عدداً من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية. إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية. ويؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز. ويتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عدداً من المراكز التي تضمن السيطرة والإنسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أي أزمات أو طوارئ. في إطار تكليفات سيادتك فندم منذ 4 سنوات للإعداد والتجهيز لإنشاء مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، وذلك باستخدام أعلى المعايير الهندسية وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية، والتي تجعل الدولة قادرة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف. اللي أنا عايز أقوله هنا وإحنا بنتكلم هذا المكان اللي إحنا مش هقول بنفاجئ بيه الناس، ولكن عشان الناس تفهم في بلدنا في مصر إن في دولة، هذه الدولة قادرة على إن هي تقوم بإنشاء قيادة تستطيع أن تدير هذه الدولة في أصعب الحالات وفي أصعب الظروف، ولديها كل وسائل التأمين كلها عبارة عن قدرات استراتيجية تم التخطيط لتنفيذها، درسنا وخططنا ونفذنا، والنهاردة بنشوف يعني المراحل النهائية لهذا الموضوع.
حيث تم تصميمها وتزويدها بأحدث النظم العالمية لتكون مدينة ذكية مستدامة من مدن الجيل الرابع. وتعد القاعدة الاستراتيجية الأضخم والأكبر ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم. برضو في نقطة مهمة قوي أوضحها هنا، يمكن كتير مننا وهو بيتفرج على حجم العمل اللي تم يقول يا ترى التكلفة ديت يعني مين هيتحملها. أنا بس عايز أقول لكم إن إحنا بنقول إن فقط من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هيتم نقلها والجيش، ومن غير ما أخش في تفاصيل كتير، حجم الأراضي اللي هيتم إخلاءها فقط للحرس الجمهوري قد يتجاوز تمن الأرض ديت أكتر من 60% من تمن الشغل اللي احنا شفتوه هنا. ده فقط للواقين الحرس الجمهوري مش لكامل الوحدات اللي هيتم نقلها. مرة تانية أنا بشكركم وإن شاء الله نكمل شغلنا لغاية إن شاء الله ما نستكمل كل المطلوب تنفيذه، ثم تبقى يعني إجراءاتنا بقى لإعادة الانتقال أو للانتقال وإعادة التمركز نبقى نشوفها إن شاء الله ونعملها اعتبارا من العام القادم.